الأيام المقدسة اللي بعد عيد القيامة، خصوصا الأربعين المقدسة التي كان يتقابل فيها السيد المسيح مع تلاميذه، والتي لا يوجد فيها في الكنيسة صوم ولا مقاميات، حتى الميت يدخل إلى الكنيسة بألحان الفرح. نود أن نتكلم عن روحيات الخماسين، روحيات الأربعين يوم المقدسة. أول حاجة الفرح في الرب. السيد المسيح قال لهم أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. والكتاب بيقول فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فيبقى أول حاجة في الروحيات في هذه الفترة هي الفرح بالرب. ليست الأفراح العالمية مثل الفرح بالأكل الفطاري وبالأطعمة الشهية، عدم الصوم، لا، دي أفراح عالمية. المهم الفرح بالرب. والكتاب بيقول في فيلبي 4:4 افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. الفرح بالرب يعني كما نذكر الأربعين يوما، الفرح بالوجود مع الرب، بالوجود مع الرب، بأنك لقيت ربنا وقعدت معاه زي ما حصل مع التلاميذ. فإلى أي حد نحن في هذه الأيام نفرح بوجودنا مع الرب، نفرح بوجودنا في حضرة الرب؟ إلى أي حد؟ حاول أنك أنت توجد مع ربنا وتفرح بالرب في هذه الأيام، تفرح بعشرتك مع الله، تفرح بلاهوته، تفرح بقدرته، تفرح بعمله في حياتك، تفرح بالإيمان به. هو ده اللي مفروض أنك أنت تعيشه في هذه الأيام المقدسة. قل يا رب أنا عايز أتمتع بيك، وعايز أوجد معاك، وعايز أفرح بيك في حياتي. ممكن مثلا أنك أنت تتذكر إحسانات الله إليك طول حياتك من أول ما اتولدت، لكي تفرح بالرب وتفرح بعمل الرب معاك. داود النبي بيقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناتي. ده الحاجة اللي أنت تفرح بيها بربنا في هذه الفترة. كل واحد فيك يحاول يدرب نفسه على تدريب الفرح بالله. في هذه الفترة أيضا كان السيد المسيح يحدث تلاميذه عن الأمور المختصة بملكوت الله. ياريت أنت في هذه الفترة أيضا تعيش فيها تماما كما كنت في أسبوع الآلام، بتعيش في الأمور الخاصة بآلام المسيح وبأحداث تلك الفترة. ياريت أيضا في هذه الفترة التي لا يوجد فيها صوم ولا مقاميات تعيش في الأمور المختصة بملكوت الله. السيد المسيح في هذه الفترة سلم التلاميذ كل الأسرار الكنسية، وفي هذه الفترة سلم التلاميذ كل الطقوس الكنسية، وسلمهم جميع الأمور المختصة بملكوت الله. وفي هذه الفترة سلمهم أيضا الكهنوت، وسلمهم أيضا سلطان التعليم وسلطان المعمودية. اقعد بينك وبين نفسك وشوف ما هي الأمور المختصة بملكوت الله. هتلاقي أمور كثيرة جدا تختص بملكوت الله تحتاج أن تعيش فيه. من ضمن الأمور المختصة بملكوت الله الإيمان، فما نصيبك من الإيمان؟ كما يقول بولس الرسول في كورنثوس الثانية 13 امتحنوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ اختبروا أنفسكم. كلمة الإيمان كلمة كبيرة واسعة، مش مجرد أنك تقول قانون الإيمان، إنما حياة الإيمان العملية اللي تشعر بيها في كل حين أن ربنا موجود في كل مكان، وربنا شايفك، وربنا سمعك، وربنا واخد باله من كل اللي بتعمله. والإيمان بفناء العالم والإيمان بالحياة الأخرى، عيش في هذا الإيمان لأنه من الأمور المختصة بملكوت الله. أنا أصدرت لكم كتاب عن حياة الإيمان، ياريت تقروه، تنحي من نواحي الأمور المختصة بملكوت الله. الإيمان اللي يثق بحماية ربنا، الإيمان الذي لا يعرف الخوف،
الإيمان الذي يحس بوجود الله في كل مكان. تأملت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. هذا الإيمان محتاج أنك تعيش فيه في فترة الأربعين يوم. من ضمن الأمور المختصة بملكوت الله التوبة، لأن لا يمكن أن الإنسان يخش الملكوت بدون التوبة. فيري ما فيش صوم زي بعض، ما فيش مطميات زي بعض، لكن ممكن تكون فيه توبة، لأن التوبة من روحيات الخمسين، من روحيات الفترة اللي بيوجد فيها الناس مع ربنا، من روحيات الأمور المختصة بملكوت الله. من ضمن الأمور المختصة بملكوت الله شركة الروح القدس، لأنك لا يمكن أن تصل إلى الملكوت إلا إذا كانت لك شركة مع الروح القدس. جرب نفسك وجرب نفسك في الأربعين يوما التي قضاها المسيح مع تلاميذه أن تدخل في شركة الروح القدس. من الأمور المختصة بملكوت الله ممارسة أسرار الكنيسة، لأن كل سر فيه مغفرة وفيه ثبات في الله وفيه عمل من أعمال الروح القدس. شوف إزاي تعيش في الأمور المختصة بملكوت الله. ما يجيش إنسان يقول لي حياتي فترت في فترة الخمسين لأن ما فيش صوم ولا مطميات. ليه حبيبي؟ هو يعني الواسطة الروحية الوحيدة هي الصوم والمطميات؟ ما في وسائط روحية كتير ممكن أن تسلك فيها في فترة الأربعين يوم اللي قضاها المسيح مع التلاميذ. في هذه الفترة لم يفرح التلاميذ فقط بوجوده مع الرب، إنما فرحوا أيضا بالقيامة الممجدة. فرحوا بالقيامة لأن قيامة المسيح كانت عرضونا لقيامة جميع البشر. فرحوا بالقيامة لأنه كما يقوم المسيح سيقومونهم أيضا، لأنه كان بكورة للراقبين. والقيامة عبارة عن كما هي عقيدة هي أيضا رمز. لما تفرح بالقيامة مش بس بقيامة الجسد، إنما بالقيامة الروحية، زي ما بتقول أقمتني من سقطتي، زي ما يقول أحد أنبياء العهد القديم لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم، زي ما بيقول الكتاب أيضا الصديق يسقط سبع مرات ويقوم، زي ما بيقول الكتاب قم من الأموات فيضيء لك المسيح. دي القيامة، القيامة الروحية، إن الإنسان يقوم من سقطته. تقول لي وإيه علاقتك بالقيامة من الموت؟ أقول لك لأن السقطة تعتبر موت. ابني هذا كان ميتا فعاش، يعني اعتبرت التوبة قيامة روحية له من موت الخطية. كنتم أمواتا بالخطية فأقامكم المسيح. فأنت في القيامة قلت من المعنى الروح، قل له اعطني يا رب هذه القيامة الروحية، اعطني أن أقوم من سقطتي باستمرار. انشد في أذني أنشودتك الحلوة، ابني هذا كان ميتا فعاش. خذ القيامة بالشكل ده. إن كنت أنت مش قادر تقوم، قل له يا رب ساعدني على هذا القيام. قم أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعدائك وليخرج من قدام وجهك كل مبغضي باسمك القدوس. نقصد أعدائي جنود الشر من الشيطان وكل ملائكته. متى إذا تفرح بقيامتك؟ أنا فاكر مرة وأنا علمان قبل ما ترحم كتبت تحت سورة القيامة ربما سنة 50 أو 49، قام المسيح الحي هل مثل المسيح تراك قمت أم لا تزال موسدا في القبر ترقد حيث أنت. زي الآن المسيح لازم تقوم أنت رافض، بس المسيح قام قيامة الجسد، وأنت محتاج أنك تقوم من سقطات الجسد. حينئذ ستفرح بالقيامة مع المسيح، تفرح بالقيامة مع المسيح. اللص اليمين قام من سقطته، ولذلك استطاع أن يتمتع بالوجود مع المسيح في الفردوس.
ونحن نقول أيضا مع هذا اللص اذكرني رب متى جئت في ملكوتك. دي مشاعر من المشاعر الخاصة بالقيامة. هناك أيضا مشاعر أخرى خاصة بالقيامة. كانت قيامة المسيح بالنسبة للتلاميذ فترة جديدة لإعدادهم للخدمة، فترة جديدة لإعدادهم للخدمة، لأنهم كانوا في خوف وقد أغلق عليهم في العلية، وما كانوا يخدمون بل كانوا يخافون من اليهود كأتباع للمسيح كانوا يخافون. فبدأ المسيح يقويهم من الداخل، بدأ يزيل الخوف من قلوبهم، وأيضا بدأ يزيل الشك من قلوبهم، ثم أيضا أعطاهم قوة خاصة وقال لهم بوعد عن قوة المستقبلة: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهيدا. هيأهم للخدمة، وهيأهم للخدمة أيضا بالتعليم، بالتعليم بأن حدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله، وملأهم من كل معرفة ومن كل تعليم صالح، حتى أصبحوا مؤهلين لعبارته القوية التي قال لهم فيها: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. فترة إعداد للخدمة أزال منهم الخوف، حتى إن بطرس الرسول الذي كان خائفا أمام جارية وقت محاكمة السيد المسيح استطاع أن يقف في قوة وبقلب لا يعرف الخوف، وقال للكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب وللكتبة وللفريسيين: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. قالوا لهم: ما تتكلموش باسم السيد المسيح. قالوا: نحن لا نستطيع أننا لا نتكلم، لا نستطيع أننا لا نتكلم، هنتكلم هنتكلم. إيه القوة البطارة؟ قوة هذه الأيام التي قضوها مع السيد المسيح. ما عاد بطرس يخاف من جارية ولا من رؤساء الشعب ولا من رؤساء الكهنة ولا من رؤساء المعلمين، وما عاد التلاميذ أيضا يخافون، بل تحقق فيه ما قيل في المزمور: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. دي جزء من روحانيات الأربعين يوم: الشجاعة، القوة، عدم الخوف. عايز تاخد من روحانيات الخمسين؟ خذ هذه الأمور، خذ هذه القوة، عدم الخوف، الشهادة للرب في كل مكان وأمام كل أحد. الإعداد للخدمة. جايز واحد يقول: وأنا مش قادر، أو واحدة تقول: أنا مش قادر. قلها: لا، ممكن تخدموا أولادكم في البيت وتعلموهم الإيمان وتدربوهم على الحياة الروحية السليمة وتعطوهم الأنسولة والقدوة الحسنة. كل هذا تستطيعونه في فترة الأربعين يوما التي لا صوم فيها ولا مطعم. أفتكر أننا حينما دعيت لحضور العيد الألفي لمعمودية الكنيسة الروسية، معمودية روسيا، كان معايا نيافة الأنبا تشوي ونيافة الأنبا سرابي، وأعطيت ثلاث فرص أكلم فيها المشتركين في هذا الحفل الكبير. ففي إحدى المرات شكرت الكنيسة الروسية لأنها حفظت الإيمان في عصر الإلحاد الشيوعي لمدة 70 سنة، وفي مرة أخرى شكرت الأمهات والجدات لأنهن حفظن الإيمان. كان في وقت الكنيسة ما عندهاش قدرة على التعليم، القوانين الشيوعية كانت صعبة إلى أبعد الحدود، فازاي حفظ الإيمان في قلوب الناس عن طريق الأم والجد؟ يقعد مع العيل الصغير وتعلمه الإيمان وتعلمه طريق الرب. دي الخدمة.
علشان كده لما سمح الله بأن يزول ذلك العهد الشيوعي الملحد، بصينا لقينا في روسيا دلوقتي ما لا يقل عن 120 مليون من المؤمنين. 120 مليون كانوا فين دول؟ كان عندهم إيمان في قلوبهم من أمهاتهم من جدتهم، بس الإيمان كان مختفي لما جاءت الفرصة لظهوره ظهر أمام الجميع. فترة إعداد للخدمة، إذا كنتم ما تعرفوش حاولوا أنكم تفهموا عشان تفهموهم، وتقروا عشان تعلموهم، وتشهدوا للرب. فترة إعداد للخدمة، وفي هذه الفترة أيضا نفخت السيد المسيح في وجوه تلاميذه القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس. طبعا دي كانت بالنسبة للكهنوت بالنسبة لكم، لكن بالنسبة لكم انتم يا ريت تفتكروا العبارة دي، اقبلوا الروح القدس. قل يا رب انا افتح قلبي وانت تملأه من روحك القدوس. انا اخذت روحك القدوس في سر المسحة، لكن انقذ هذه المنحة في قلبي بالدافع. اعطيني ان اعمل مع روحك القدوس، اعطيني ان اثبت فيه وهو فيا. اظن دي مساله ما لهاش دعوه لا بالصيام ولا بالمطبيعات، وتقدروا تشعلوا هذه القوه الروحيه في قلوبكم لكي يعمل فيكم الروح القدس. ما تقدروش تخدموا في اجتماع، ممكن تقولوا كلمه ربنا وسط اصدقائكم ومعارفكم واقربائكم، ممكن انكم تخدموا عن طريق القدوه الصالحه لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لتتم هذه الفرصة فرصة امتلاء بالنسبة لكم. مفيش بطنيات، مفيش صوم، معلش، لكن في صلاة وفيه مزامير وفيه قراءة وفيه تأمل. لماذا لا تلجؤون إلى هذه الوسائط الروحية في فترة هذه الأيام المقدسة؟ قل لي يا رب أنا ما كانش عندي فرصة للمزامير في أسبوع الآلام، أنا هعوض المزامير بتاع أسبوع الآلام من دلوقتي. المزامير اللي ما قلتهاش أقولها مرة ومرتين وثلاثة، خلاص دلوقتي أفرج عني وأصبحت في قدرة إنك تقول المزامير. ليه هذه الفترة ما تكونش فترة مزامير؟ ما تكونش فترة تأمل؟ ليه؟ يا ريت بالنسبة لكم كذلك. أنا حاليا خلصت من كتاب من كتب المزامير القديمة، وهيطلع لكم مسافة 10 أيام أسبوعين بالكثير كتاب عن المزمور السادس، يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخط، من المزامير اللي يطلع عليها كتاب حاليا، يا ريت تقروه. وبعدين بعدها تاني زي أسبوع أو أسبوعين يطلع لكم كتاب تاني عن تأملات في مزامير باكر. زمان أنا فاكر سنة أواخر 67 وأواخر 68 كنت كل عايزة بلقيها بيصفتها تفسير المزمير. مش ده موضوع، موضوعنا إن كنت في هذه الفترة ممكن تحفظوا مزامير وترتلوا مزامير وتتأملوا في المزامير وتقول معوض المزامير اللي ما قلناهاش في اسبوع الاعلام، لان شخص الكنيسه لم يكن يسمع وقت ذاك، دلوقتي بيسمع. هو بس صوم المطنات وما المزامير كويسه جدا ولطيفه. بالمزامير تحفظ عقلك مع الله، تربط عقلك في تاملات روحيه، تدخل في عمق كل عباره من عبارات المزامير، وتدخل في روحياتك وتطبقها على نفسك وتأخذ منها غذاء روحي، ليس في وقت الصلاة فقط وإنما بعد الصلاة أيضا وفي حياتك بصفة عامة. فترة 40 يوم فترة حلوة جدا للمزامير وللصلاة بصفة عامة. إن كنا في أسبوع الآلام في صلاة بنقولها بالتكرار اللي هي فوق تيتي جون، لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين،
ممكن تأخذ عبارة أخرى أيضا وتجعلها مجالا للصلوات المتكررة طول يوم، تلاقي عقلك منشغل بيها، حتى إن سكت عقلك يشتغل، وإن صمت لسانك تلاقي فكرك ماشي بيشتغل في الآية، ثبتت تشتغل. هي فرصة لطيفة للصلوات القصيرة المتكررة التي تداوم عليها خلال يوم كله. فرصة أيضا للقراءة، القراءة الروحية، تقول ما عنديش صوم ولا مطلنات، عندك قراءة، اقرأ زي ما انت عايز، وخذ من قراءاتك مجالا للتأمل وللحفظ، حفظ الآيات، حفظ المزامير، التأمل في الآيات، التأمل في المزامير، الصلاة بهذه وتلك. تقدر بهذا الشكل تستفيد روحيا من فترة الأربعين يوما. وبعدين من جهة الأكل، عايز أقول لكم ملحوظة بسيطة خالص خالص خالص. صحيح مفيش صوم، لكن عدم الصوم ليس معناه التسيب في الأكل. في معنى التسيب في الأكل يعني برضو يكون في شيء من الحرص، هو يعني مفيش صوم يعني تأكل بلا ضابط، تأكل عشية وباكر وقت ظهر وبين الوجبات، وزي المشار قال آكل آكل آكل، وإن حد كلمك وعدك تقول له من فترة ما فيش صوم. لا، الصوم مش موجود، لكن ضبط النفس لا يزال موجود، ضبط النفس لا يزال موجود. أنا عايزكم أيضا من روحيات هذه الأيام يكون عندكم ضبط نفس، تقول ما افرحش بقيامة المسيح وآكل أقول لك افرح، يكون بس يعني تكون حريص في أكلك. عشان كده في ناس بيمرضوا في فترة الأربعين يوم من كثرة، يعني لتكن هذه الفترة فترة روحية لكم جميعا ولله الحمد.